يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم شباب؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير. نبدأ وياكم بالمقطع الأول على قناتي من الهواية، هواية تربية الدجاج أو الطيور بصورة عامة. طبعا شباب، مثل ما تشوفون، صلوات على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، نعمة من الله، صلوات على محمد حلال. هذا الديج شوكي كحلي على شمسي، العفو، كويتي هذا، وهاي دجاجته الكويتية. كان طبعا هواية بس قتلهن ابو العرس وظلن بذلن زوج، والباقي هذا العراقي دجاجنا الاصلي. شوف هاي القعادة، صلوات على محمد، جواها 12 كتكوت. اللهم صل على محمد وآل محمد. مثل ما تشوفون الوانهن ما شاء الله. وهذا وبجو اسم، هذا بجو اسم الفسيفس. شو رأيكم شباب بالحلال؟ اعطونا خبركم عنه. طبعا ذيك بيوضة جواها 2، هاي بيوضة وهذنية أفراخة. شو رأيكم بيها؟ هذا الزعيم الثاني هسه جاي يبدل ذيله، وهذا الزعيم الأول. هذا وين هذا؟ كذا أكبوه الزعيم الأول. خل أراويكم إياه. شنو رأيكم؟ ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. شباب، هاي الشوكية عندي، شو تقولون شو أسميها؟ هاي ما شاء الله، جمال ونقاوة. طبعا شباب، هسه هاي غرفتهم، غرفة النوم. احنا هاي مثل ما تشوفون هسه عدنا هذا الجن قاعدة بيه، المصرية، جواها 7 بيضات ما شاء الله، كلهن يعني شادات وكاملات. ان شاء الله كم يوم وطلعن. شباب، ايش رايكم اريد اشيل هاي الثلاجات مال المبيض هنا واسويها، قلت بمكانهن قواطع 2، شلون اساد الجن بس شوي اصغر، يعني 2 قواطع، منا واحد ومنا واحد. شنو رايكم؟ على مود مثلا تطلع عندنا الدجاجه القافة نحجزها بهذا القاطع، أو مثل عندنا أفراخ بعمر يعني وسط وبدون أمهات هم نخليهن لوحدهن بحاجز. كتبوا لي بالتعليقات ودعمونا باللايك والاشتراك حتى نستمر فدوى. هسه هاي مثل ما تشوفون، اعطوني خبركم حتى إذا هذه احولهن، وراح انظف الغرفة وهم اصور لكم، وهسه راح اراويكم الغرفة الثانية هم بيها الحلال الثاني. اللهم صل على محمد وآل محمد. شباب مثل ما تشوفون ما شاء الله، هذا الذكر المصري زوج
البش التو راويتكم اياها، بس ذيك قافه وقعدناها هناك. وهذا الديش الابيض، شو تقولون شو نسميه؟ هم اقترحوا علينا هذا الدجاج الحلوات. ذني اول من بديت بيهن بالتربيه. مثل ما تشوفون شباب، مثل ما تشوفون راح اسوي حاجز هنا قاطع على مود احجزهن البطوط والدجاج من هنا، يجي القاطع منا وهيش لهنا هيش هي، واحجز هذا يعني ظلن بس هنا يلعبن وياكلن، وهنا محتاجين هذا المكان لنا. ما شاء الله، طبعا هاي سويدة، هاي الفحمة وجه احمر. شنو رأيكم شباب بالحلال؟ انطوني اراءكم وكتبوا لي، حتى اذا تقولوا انا استمر استمر. شوفوا شباب ما شاء الله، طبعا هاي ساحة مال اللعب، يلعبن طلعن من الغرفة يلعبن هنا. هاي بالنسبة للعرب النقي قلت لكم، هنا والفسيفسات. شنو رأيكم بيا؟ أنا ناوي عودة أكبر المساحة بعد أكبر، أخذ من البستان، بس فدوى أريد دعمكم للقناة حتى نستمر. هاي بيوضة هي وبناتها. شباب صدق اعطوني رأيكم، أعزل بناتها عنها وخليها ترجع تبيض لو بعدن خطية؟ ما شاء الله، شو اسميها هاي هي وبناتها. وهسه شباب عندي هسه خوف ذن جوامهن الافراخ، عندي غيرهن افراخ طبعا، عندي بالفقاسة ومقعدهن بالحاضنة مخليهن، بس ما شاء الله نشاطهن انشط من هذن. هسه ذني ما هو نشاط قوي عدن، مو مثل ذنيش، وحسهن اكبر كبرن، بينما طلعا ورا هذن، هذن من زمان جوا امهاتهن. ليش؟ شنو رايكم؟ وهسه يا شباب جبت مكناستي وجيت بديت راح انظف الغرفة كلها، وحتى هذا الجن انظفه كلش، والنوبة اجيب له تراب زراعي لمود الدود، حتى من نخلي بيه دجاج يلعبن بيه سبحان بيه براحتهن. شنو رأيكم؟ ان شاء الله راح اطلعها غير شكل الغرفة، مو مثل ما هسه مثل ما تشوفوا. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. شباب مثل ما تشوفون هسه الغرفة بعد ما نظفتها شلون صارت، شوية هون ان شاء الله بس تنشف هاي المخلفات تطلع احلى. وقلت لكم شباب اعطونا رأيكم، هذا الثلاجات قلت اشيلهن وسوي هي شي هنا قاطع، هذا جن ومن هنا جن.
شنو رأيكم؟ حتى نبلش بالعمل، وهذا الحلال. ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا شباب، حتى هاي من هنا راح انظفها، اطلع هاي المخلفات واجيب بمكانها اسمال مثل هذاك، يلعبن بي ونبشن يتونسن بي، يلكن دود يلقطن براحتن. وهسه يا شباب خليكم ويا المقطع، حتى راح اراويكم الافراخ اللي قلت لكم عليهن بالحاضنة عندي بالبيت. الافراخ بالحاضنة، هلو زعيم الاول، شلونه؟ ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اعطونا رأيكم بيه، شلونه شباب؟ خليكم ويا المقطع. هسه يا شباب بعد ما نظفت راح ابيتهن. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا شباب اذا الكتاكيت اللي قلت لكم عليهن طبعا عندي بالفقاسة، وهاي الحاضنة دافية تخبل. شوفوا نشاطن، عندي خطية هذا معوق، هو ويا اخوه الثاني. تعال الوانهم طبعا تخبل، ما اسولف لكم امام العيون، الوان جدا روعة، كله شوكي وشمسي وورد الباقلة وبرقيبة وابيض. يلا يا شباب راح ننهي الحلقة مالت اليوم، لا تنسونا من اللايك والاشتراك ودعمكم للفيديو.